وينظر إلى هؤلاء النساء، لا سيما إذا كن متبرجات، والمرأة تتبرج إذا خرجت إلا من رحم الله. المرأة تتبرج إذا خرجت لأنها تحب أن تفتن الناس وأن ينظروا إليها وأن يتعلقوا بها، ما تخرج محتشمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وليخرجن تفلات، تفلات يعني غير متزينات، وإنما يخرجن متسترات بلباس ليس لباس زينة، وإنما هو لباس ستر. أما لباس الزينة فهو من مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: كاسيات عاريات، هؤلاء كاسيات عاريات. إذا ابتليت المرأة لتخرج في التلفزيون في مقابلة فإنها تتجمل أكثر مما تتجمل لزوجها، تعرض نفسها في التلفزيون، وبدل أن يراها واحدة وعشرة يراها العالم كله أمام العالم والعياذ بالله. ولتتق الله هؤلاء النسوة اللاتي يعرضن أنفسهن للفتنة ويعرضن غيرهن للفتنة. نعم، بعض النساء وكثير من النساء إذا أرادت الخروج من بيتها تتزين بأنواع الزينة وتتطيب بأفخر الأطياب من أجل أن تفتن الناس، ويزين الشيطان لها ذلك بأنه من الإحسان ومن التجمل وإزالة يعني الأذى، وإزالة زين الشيطان هذا، تظهرين مظهر طيب وتظهرين تكونين قدوة للنساء يجملن أنفسهن، بدل ما هن يخرجن إلى الأسواق بغير زينة وغير ما يجلب لهن أنظار الناس، هذا نقصهم. فلتحذر النساء من هذا، خصوصا النساء اللاتي يخرجن للأسواق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وليخرجن تفيلات لا تمنع إماء الله مساجد الله، لا تمنع إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفيلات. رايحة للمسجد ومع هذا ما تتزين، فكيف إذا كانت رايحة للشارع ورايحة للسوق، رايحة تتزين وتتجمل، أو أشد من ذلك في وقتنا الحاضر أنها تكون إعلامية تظهر أمام الناس وأمام التلفزيون. ألا تتقي الله في نفسها وتعلم أنها مسؤولة، تعلم أنها واقفة بين يدي الله؟ لماذا نفسها هذا العرض؟ بدل أن ينظر إليها واحد ينظر إليها الملايين من المشرق والمغرب. هل تتقي الله هذه المرأة التي تقف أمام التلفاز أو أمام أي شيء يظهر صورتها أمام الناس لتحتشم؟ قل للمؤمنات يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهن، ويقول سبحانه وتعالى: وليضربن بخمورهن، يعني الخمار ما يكون على الرأس، تدليه على وجهها، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، ما تجعل صدرها أيضا معروضا للفتنة ومعروضا، تستر الصدر. إذا كان يستصدر واجب عليها تستر صدرها بوجهها، وجهها أشد فتنة. على المرأة المسلمة أن تتقي الله ولا تفتن الناس وتفتن نفسها. نعم.